السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدين الكرام، مرحبا بكم معنا في الفيديو الجديد في قناة فيصل مدن. لازلنا ومازلنا في حديث الساعة، وبطبيعة الحال أخبار سارة ومفرحة، وغنجي نتقاسمها معكم أيها المشاهدين الكرام في هذه القناة اللي هي قناتكم قناة فيصل المدن. ما عليكم الخوت والخواتات هي البارطاج واللايك على اوسع نطاق، ذلك فضلا وليس امرا. واللي بغى يشارك معنا في القناه مرحبا به، واللي ما بغاش يشارك مرحبا به، وندخلوا معكم في صلب الموضوع وخير الكلام ما قل ودل. نبدا معكم الخبر الاول. فرنسا تفجرها. تقول لي كيفاش مال فرنسا؟ عاوتاني فرنسا من بعد اسبانيا تعلن وتؤكد دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربيه رسميا. هذا الخبر الاول. مازال الخبر الثاني اللي هو صار، غادي نخليه لكم وغادي نتقاسمه معكم. كنشوفوا على ان الجمهوريه الفرنسيه يعني يوم الاثنين البارحه تؤيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب بطبيعه الحال باعتباره اساس للنقاش جادا وذا مصداقيه من اجل تسويه النزاع حول الصحراء المغربيه. شفنا يعني الاسبوع الماضي على ان اسبانيا نفس المنهج مشات عليه، وبطبيعه الحال كثروا بعض الاراء والقوي على ان رئيس الحكومه خدا هاد البادره باش انه يدعم يعني المخطط ديال الحكم الذاتي ديال المغرب، وغيتحلوا العديد من المجالات من بعد ما وصلوا لهذا الاتفاق، الا وهي عوده السفيره المغربيه الى مدريد. وكنشوفوا السفير ديال العسكر بطبيعه الحال هو مدريد، مشى واحد وجا واحد، هذا من جهه. انا ما كندخلش معكم في الديتايس، ولا كقنوات كيتكلموا هذه المواضيع، فلهذا انا كنبعد كل البعد على المواضيع لاقاش نخليها لمواليها. كذلك غادي نشوفوا مستقبلا الناس مازال كتناقش كتحاور بما ان فرنسا واسبانيا يدعموا المخطط الحكم الذاتي في مساله الصحراء المغربية رسميا، نشوفوا هناك العديد من الابواب غادي تحل ربما وبين قوسين، وهادشي اللي تحيي لي دماغي على انهم رفع القيود، الغاء الشهادات، دخول غير محصنين يعني بالمهرزات الى بلدانهم العربية، وهادشي غريب بطبيعة الحال. مع العلم كنشوفوا العديد من الدول على انها رفعت العديد من القيود الا ايطاليا وبعض الدول الاوروبيه، وكذلك ارتفاع على حالات الاصابات بالصين، والصين دخلت الى الحجر الصحي. هناك تناقض ما بغاش يدخل لي دماغي، وحذاري ثم حذاري، حاضر يبلغ الغيب، حذاري ثم حذاري. الله يجزيكم بخير. ندخل معكم النقطه الثانيه، ما بغيتش نتعمق، وهذا خبر في حد ذاته. مع العلم حنا في اسبانيا تنقولوا داخل مرحله تفعيل التجويع، مازال كنشوفوا المساله ديال الشيفر وطبيعه الحال ديال الكاميونات والرموكات مازال في اضراب مفتوح، مازال ما لقاوش معاهم الحل، والله يسر مع الله يحفظ. النقطه الثانيه اللي كنتسناوها جميع بطبيعه الحال عقبال لينا ان شاء الله بحول الله، كنشوف على ان دوله عربيه ترفع جميع القيود يعني ديال كوكو 19، جميع القيود. تقول لي كيفاش جميع القيود؟ ترفع جميع القيود، وهذا خبر صار بحد ذاته، وبغيت نتقاسمه معكم. جميع القيود المتعلقه بكوكو 19، كنشوف على انهم الغاو الفحوص ديال كوكو 19، الغاء الحجر الصحي كذلك، والسماح للمسافرين الغير محصنين للدخول او بدخول المملكه. هذا خبر صار، وغادي نخليك في اول تعليق ايها المشاهد الكرام. كنشوفوا كذلك على ان الغاء الفحص ديال كوكو 19. منين هاد الدوله؟ شكون الدوله العربيه؟ الا وهي السعوديه، اول بلد عربي كنشوفهم على انهم الغاو جميع القيود. دابا اللي يبغى يمشي يدير العمره يمشي يديرها، سواء كنتي واخد المهرز ولا ما كنتيش واخد المهرز، ولا انت عندك الجواز ولا ما عندكش الجواز، وبلا اختبار وبلا حتى شي حاجه، سافر عادي وسير السعوديه وما كاينش يدوي معك. نقرا لك الخبر.
السعودية ترفع جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا للقادمين إلى المملكة، شملت إلغاء فحص كوكو 19، إلغاء الحجر الصحي، والسماح للمسافرين غير محصنين بدخول المملكة. أعلنت وزارة الصحة السعودية عن رفع جميع القيود المتعلقة بفيروس كوكو 19 للقادمين إلى المملكة، السعودية. وشملت الإجراءات التي رفعها بحسب تغريدة نشرت على حساب وزارة الصحة في التويتر إلغاء يعني الشهادة ديال التطعيم، الشهادة ديال التلقيح طبيعي الحال، وإلغاء فحص كورونا. وشملت القيود التي رفعها إلغاء الحجر الصحي كذلك، والسماح للناس ما يقدرش يدخلوا للبلاد. وأوضحت الوزارة أسباب رفع القيود كوكو 19 للقادمين إلى السعودية. شنو هو السبب اللي خلى السعودية على أنها ترفع جميع القيود؟ هنا غتصدموا باش ان السعوديه حلت جميع الابواب. حنا عارفين كيتهاد العمره، الناس باغا تسافر، باغا دير العمره ديالها، بغاو يدخلوا الفلوس، فلوس صحيحه، راه ملايير كتدخل تما، اي باش عارفوا شنو كاين. ولكن انخفاض داك الحالات الايجابيه قل من 4%، 4% انخفضت. وكذلك وصول معدل التطعيم الى 99%. اواه السعودية قالك وصلوا 99% في التطعيم. داكشي علاش هما حلوا البيبان، الناس اللي مدقدقة والناس ما مدقدقاش. هنا كيدخلك الشك طبيعي الحال. اسمع معايا مزيان، كتقول ويلي العمرة صاحبي راه جايين جميع دول العالم، الناس كيشدوا الطيارات ويمشيو، ولكن كيقولوا يدخلوا الناس اللي هو ما مدقدقينش، واخا ما تكونش ملقح، واخا تكون ملقح اجي ودخل، ولكن يخلوك تخرج من بلادك وانت ما ملقحش. هذا هو السؤال المطروح. بحال دابا في المغرب الا بغيت نمشي للسعوديه، واش في المطار ديال المغرب يخليونا نطلعوا الطياره وحنا ما ملقحينش؟ هذا هو السؤال المطروح. ربما تكون هناك اتفاقيات والناس تمشي بطبيعه الحال. هنا تنقول عقبال لينا. كيفاش عقبال لينا؟ هنا الخبر الثالث اللي جات الدور ديال اللجنه العلميه الهرقاويه، وقالت وجات على اللسان ديالها بغينا نطبقوا بحال السعوديه. وربما انا كنشوف احتمالا، ما تنقولش انا الحمد لله الحدود الجويه مطلوقه، ولكن خاصك سيدي تضرب الاولى والثانيه، داز عليها 14 يوم ودوز عليها 4 شهور خاصك تضرب الثالثه، والجواز والاختبار، يعني هناك الخنق. هنا كنشوف على ان عضو اللجنه العلميه الهرقاويه قال لهم يجب تخفيف الشروط للسفر للدخول الى المغرب. كيفاش؟ شنو قال لهم هنا؟ حيث قال لهم الى يجب السماح للمغاربه بالعوده الى المغرب. شنو هي العوده الى المغرب؟ الناس اللي ما ملقحاش والناس اللي ملقحه، يعني الناس اللي ملقحين وما ملقحينش خاصهم يدخلوا للبلاد. كيفاش؟ قالك اما بادلاء بشهاده التلقيح او بتحليله سلبيه فقط، او فقط الرفع التدريجي والنهائي لهذه الشرطين، يعني جوج شروط خصهم يتحيدوا. هذا خارج من اللجنه العلميه الهرقاويه، وهذا هو الخبر اللي خصني نتقاسمه معكم، على ان اللجنه العلميه الهرقاويه قالت لهم خاصنا نحيدوا الشهاده ديال المهراس، ونحيدوا كذلك داك الشهاده ديال الاختبار ديال بي سي ار، ويدخلوا الناس اللي مدقدقين والناس اللي ما مدقدقينش. خلاصه القول، خصنا نديروا بحالنا بحال جميع الدول. شكون هما؟ الدول الاوروبيه، جد دابا السعوديه. والخالف الامر اللي سمعتو في برنامج منكم وليكم، اتصلت بينا واحد الاخت جزائريه عايشه في اسبانيا في مدريد، قالك اخويا انا كنمشي للبلاد غير بالاختبار، وهي ما ملقحاش، يعني يمكن لها تدخل بلادها بلا شروط بلا شهاده بلا والو، اختبار سلبي ودخل لبلادها الجزائر. علاش حنا بالضبط هاد الشروط اللي قاسيه على الجاليه والمهاجرين؟ ربما هاد الاخبار الساره متراكمه مع بعضياتها، ربما مستقبلا نشوفوا خير مع العين. هاد الشيء ما كيطمنش، انا في نظريتي ما كيطمنش، وحذاري ثم حذاري. ومن هاد المنبر الناس اللي ما عندها ما يندار طبيعي الحال، ما عندها ما يندار، راك عارف شنو خصك دير، وكل راعي مسؤول عن الرعيه ديالو. هادي خلاصه القول. هادي الاخبار اللي بغيت نتقاسمها معكم خوت والخواتات. شكرا جزيلا على المتابعه كما جرت العاده، سمحوا لي العاده، بارطاج ولي لايك على وصلني تقول المشاركه في القناه ديالك فضلا وليس امرا. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احبكم في الله، تبارك الله عليكم.